الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله. من مدرسة الربانية الأحكام الفرعية. يعني أنت بس عشان أوضح شغلة جدا مهمة لكل من يشاهدنا اليوم، لأن كثر جدل كبير، وإن أنت حطيتها على افتراض المثال أو إذا حطيتها على بعض الشروط الزواج من رضيعة، قلت جائز ولكن لست مع هذه الزيجات. أقول لك أنا يعني أنا أعرف موقفك بالتحديد دكتور أحمد. نعم انا يعني بأشرح للناس، هو يعني فضيلة الشيخ قال يعني يمكن ساقوها كمثال، لا بتقع جدا. يعني الان لو واحد عقد على إنسانة وهي عمرها سنة زمان، العقد صحيح لانه لا يوجد شيء يحرمه وكلنا متفقين على هذا. لو جاك رجل واراد ان يتزوج من رضيعة عمرها عام او عامين، تقبل بهذا الزواج؟ لو جاني انا؟ نعم. يبغى يتزوج هو؟ لا، هو هذا ولي الامر، ولي الامر عندما يكون في ظروف قاسيه جدا. اضرب لك مثل، حتى لو جاك تحت هذه الظروف، حتى لو جاك تحت هذه الظروف دكتور احمد، اسمحي لي توافق؟ استحلفك الله الذي لا، اسمحي لي اسمحي لي عشان اوضح الصوره. لو ان رجلا لديه مرض الان السرطان، وبين عشيه وضحاها سوف يموت، ولديه طفله، أين تذهب؟ هل للملاجئ أم يتبناها رجل يعني ويشرف عليها وإلى أن بس حتكبر حتعتبره أبوها لأنه هو اللي رباها دكتور أحمد. يعني إذا كبرت حتعتبره أبوها لأنه هو اللي رباها، حيكون في مكانة أبوها. لا ما هو رباها، لا زوجها، أصبح زوجها إذا مات ترثه على أوراق زوجها. لكن هي أنا أتحدث نفسيا، يعني رضيعة، يعني رضيعة، يعني إذا مين ما تبناها سواء زوجها أو انظر التشريع الإسلامي. نعم أنا مع أنا مع مع معاك إنه في معطياته كيف. يجوز ذلك شرعا. هناك فتاة أنا شايف فيها صفات عظيمة جدا وأخشى أن يسبقني إليها أحد. يجوز ذلك شرعا. يجوز التمتع بالصغيرة، تعرف شنو معناتها؟ معناتها يتمتعون بالطفلة اللي عمرها سنتين، طيب. ثلاث سنين، اربع سنين. طيب عشان ما ندخلوا في التمتع تفصيلات. بالمفاخذة، خليني اشرح لك شنو هو. هذه ضد حقوق الطفل، هذه يعتبر اعتداء جنسي على الطفلة. يعني التمتع بالمفاخذة شنو ذي؟ التمتع بالرضيعة معناتها ذي. زين الرضيعة يعني كم عمرها؟ طيب. سنة، طيب. سنة ونص، اشهر. يعني هل يعقل رجل بالغ يمارس الجنس مع طفلة رضيعة؟ بس وتقولون لي الشريعة الإسلامية أحلت هذا؟ أنا شايف إنه موضوع الزواج من الرضيعة هو زواج لا يجوز شرعا أبدا. لماذا؟ لأنه من شروط الزواج زي ما احنا عارفين القبول والإجابة. فهل الرضيعة وهو الصغير أبوها يقول بالقبول والإجابة وتجيب وتوافق على الكلام هذا، هي لا تستطيع أن تقبل أو توافق، فإذا لا يوجد، إذا شرط أساسي وهو القبول والإجابة غير موجود، فعلى أي أساس الشيخ بيقول لنا إنه إحنا إنه هذا الجواز قد يكون جائز في ظروف معينة؟ نعم. طيب سؤال لنا الآن، لو أن لو خليك معي، لو أن هذه الرضيعة ماتت امها وتركت لها مبلغ من المال، واراد والدها ان يشتري لها بهذا المال، مليون ريال تركت لها، واراد ان يشتري لها عقارا، اليس من حقه ان يشتري هذا العقار؟ يعني يتم الايجاب والقبول في البيع نيابه عنها؟ اليس من حق الاب ان يشتري لها؟ من حقه. كذلك من حقه ان ينوب عن ابنته في اجراء العقد، لانه اب مجبر، هذا أب مجبر، ولي أمر مجبر، ولذلك يعني هنا يلغى هذا الشرط في حال وجود ولي أمر يقدر ياخذ القرار عنها. هي صغيرة، مو هذه هي، إذا هذا الشرط يعني ما وجد، هنا ولي الأمر موجود يقوم بالضبط كذا. شكرا لاتصالك محمد. هذه لا تدرك
لا تدرك حقيقة مصلحتها، فالأب يحل محلها. نعم، يعني هنا هو برضو مصر محمد المتصل من جدة انه هنا شرط القبول والزواج لماذا وجد اذا ولي امره هو من يتخذ هذا الاجراء او هذا الشرط. هذه النقطة اثارت كثير من التساؤلات. طفلة صغيرة يأخذ عليها؟ نعم يأخذ عليها، لماذا؟ وبعدين انا يعني بس هذا شرط اساسي في الزواج. لا نحتاج بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة وعمرها 6 سنوات وبنى عليها وهي 9 سنوات. نقول ان هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا في ذلك فيه القدوة الحسنة. لو كان ذلك كذلك لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقتدي بها، وقد طبقتها الأمة الإسلامية منذ فجر التاريخ، فلم يجدها إلا قوة ونشاطا. بسم الله الرحمن الرحيم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن